هل سامعني؟ يا ربي دي ازاي دي؟ هل سامعني؟ شكرا. طيب احنا حقو نبدأ عشان نسمح مجال للسؤال في النهاية. عموما حتكون short presentation و حوالي تلت ساعة، بعد ذاك نمشي للأسئلة. أوكي، أنا ما أعرف، أنا ما سامع صوت. سامعني؟ واحد بس يهشر يقول yes or no. اوكي، احنا في البداية النهاردة احنا حنتكلم عن علاقة الطب النفسي بالعلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية بالتحديد اللي احنا حنتناقش فيها هي علم الاجتماع، وكيف انه علم الاجتماع هو اللي يكون الطب النفسي. ولولا العلوم الاجتماعية بكافة مناحيها لما كان عندنا الطب النفسي أو عموما الطب بما نراه الآن، أو يفترض أن يكون عندنا. أولا إحنا نرجع لحوالي 200 سنة بعد عند ظهور ثورة الفكر الإنساني، عندما بدأت تتبلور عند الإنسان فكرة أن نحاول أن نتناقش ونتناول مشاكل المجتمع في ما بيننا كويس، بدون أن يكون عندنا فكرة مسبقة عن ما يفترض أن يكون عليه المجتمع. وهذا هو أساس علم الاجتماع، اللي هو دراسة ظواهر المجتمع وعلاقاتهم. قبل يومين ذكرت واحدة من الأخوات، ما أعرف هي معانا ولا لا، لكن هي أخصائية اجتماعية، إنه الطب يشخص ويعالج الفرد، علم الاجتماع يشخص ويعالج المجتمع. وقد نختلف في كيف أو ما هو الطرق العلمية أو الأساليب العلمية لتقييم كل منهم، لكن هي في النهاية تخضع لمعايير نستطيع قياسها وحسابها. يعني المسألة لا تخضع للأهواء، وإن كل واحد يديك معلومة ينفع في البرامج العامة وكذا، لكن أعتقد في نقاش علمي ده غير مطروح. لكن عندما بدأت الأنسنة، وهي أن الإنسان الذي أمامك هو عبارة عن كتلة من الخير والشر، لا نشيطنه عندما يكون شرير، ولا نجعله من الملائكة عندما يكون خير. هذه هي معلش أنا نظري ضعيف وبتحاشي ألبس النظارة عشان الريفليكشن بتاع النور عليه. فالأنسنة هي إن نقيم الإنسان على ما هو، أو نتقبل الإنسان كما هو وليس كما نريده. وهذه فتحت مجالات عديدة
لنا، بأننا أصبحنا نرى عندما ذهبت الشيطنة والنظرة الملائكية له، أن وجدنا نزعنا ذاك السلوك، فصلنا السلوك الإنسان من كونه إنسان. قد يسلك الإنسان سلوكا غير قويم، لكن لا يجعل من ذاك الإنسان إنسان غير قويم. سلوكه نعم غير قويم، لكن السلوك نفسه يخضع لمعايير. هذه المعايير لها عوامل بيئية ولها عوامل وراثية. قد لا يستطيع هذاك الفرد الفكاك منها. إذا أنتم معي، هذا الفرد الذي سلك سلوك قد نراه، ودي المهمة، قد نراه نحن والآن في هذه اللحظة غير قويم. قد يكون حوالي 100 سنة وراء أو 20 سنة، إنه لا، ده كان سلوك قويم. فهل أضحى ذلك الإنسان غير ذاك الفرد قويم هناك ولا غير قويم هنا؟ والفرق يأتي من الظروف الحول الإنسان، والتي أنا ذكرتها لكم هي ظروف وراثية. هناك أناس لأسباب وراثية اكتشفناها طبعا لاحقا، الوراثة وعلم الوراثة ظهر مور أور ليس حديثا، لكن فيما مضى كان التركيز على العوامل الاجتماعية، وهذا هو أحد أفرع علم الاجتماع، أن الظروف الإنسان التي حوله هي التي تكونه سلبا أو إيجابا. إذا هذه النقطة وضحت، أعتقد نحن كده نكون ننتقل للطب النفسي. فإذا الطب النفسي هو ما يجمع بين العلم التطبيقي الطب والعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع. وأنا بتذكر الله يرحمه كان بروفيسور بعشر بيقول لنا إنه السايكاتريست الكويس هو اللي بيشخص، واللي السايكاتريست هو اللي بيفهم كمان سايكاتري علم نفسه، طب نفسه وعلم النفس سايكولوجي، هو اللي بيقدر يعالج. أما الجريت العظيم سايكاتريست العظيم هو الذي يفهم في عن المجتمع ومشاكل المريض. بما معنى، يفترض في الطبيب النفسي أن يدرك كل العوامل التي جعلت هذا الشخص يصل إليك. رحلة المريض أو صاحب العلة، لأنه قد لا يكون مريض، إنه هو العلة sickness لا تعني مرض illness، وده إحنا هنجي إليها بعدين. الإنسان الرحلة كل ما كانت قصيرة كل ما كان العلاج ناجح. لكن لماذا أنت نصر إنه فيه ذاك الشخص تلاقيه أول ما ظهرت عليه علة يجي مثلا اتخبطت رجله فرضا، قارنه بإنسان انجرح أو أصيب، أول حاجة بفكر فيها إنه بيمشي على الحوادث. لكن رحلة المريض النفسي مختلفة جدا. قد تكون أنت آخر محطة والملاذ الأخير لذاك الشخص. فلحسن
حسن أو سوء حظ طبيب النفسي، إنك لازم يكون عندك إدراك لمشوار أو رحلة المريض حتى ما يصل عندك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. ما فعلا الله يرحمه بروفيسور باشر وكل اللي درسونا، و منه الدكتور حسب، وربنا يطول في عمر من هم معنا الآن الله يرحمه. شكرا. فإذا رحلة هذه الرحلة لها عدة عوامل، وأهمها اجتماعية حتى بالنسبة للذي تحصل له حادث كويس، حتى الإنسان الذي عنده كسر أو أصيب رحلته ديك الرحلة الصغيرة إلى الحوادث لها تخضع لمعايير اجتماعية كويس. أبسطها أن الناس ممكن يشيلوه ويمشوا به، ما يكون عنده قرار في يده، لا يملك زمام أمور الناس. يلا كان الحوادث، لكن رحلة المريض النفسي هناك حواجز كثيرة أو عقبات بيضعها الشخص في أوقات والمجتمع في أوقات أخرى. فمن هنا تجي معرفة أهمية معرفة رحلة المريض عندك. طبعا يعني sufficient يعني من القول إنه هناك اللي يقول له لا ياخدي دي. على فكرة نحن سنة 1995 أيوة، كان في بحث عن خمسة، هي صراحة بتتعمل كل سنة، لكن أنا اللي كانت في ذاكرتي أيام الامتحانات إنه أكبر خمسة أعراض بتخلي خمسة علاج بتخلي الإنسان أو شكاوى يذهب للطبيب: وجع راس، وجع ظهر، وجع بطن، وفعلا بالترتيب وجع ظهر والناها دي كويس ما بتذكر الخمس. المهم وإذا لاحظتم إنه دي خمسة أعراض في الأغلب إنها أعراض لاضطرابات نفسية. فغير إنه المريض بعد ما قرر وأهله وعشيرته ومجتمعه وافق إنه المسألة دي فعلا يعني احتمال دار لها نظر الطبيب، بيكون بيمشي الطبيب الخطأ. ومن هنا ظهر طب المجتمع أو الفاميلي دكتور والفاميلي ميديسن، أن هناك نقطة بداية، أول شكوى تذهب للطبيب الأسرة، وهو إذا أو هي طبعا استطاع العلاج، خاصة في الاضطرابات النفسية البسيطة أو الغير معقدة non complex depression anxiety ممكن تتعالج عند family medicine، والحالات المعقدة وفيها خطورة زي suicide وال self harming behavior externalization زي ما نقول دي بتحول للخدمات الطبية الثانوية secondary أو طبعا ممكن تيرشري المستشفى فيما بعد. لكن الحالات ده يناقض في حالات تذهب إلى الطبيب النفسي مباشرة، شورت كات تتعدى يعني تتخطى كده زي هوسين بولت، تلاقيهم حتى النادل المرة الوحيدة الناس تطوع يا رايل يا أخي أنت تعبان وكأبش يجيبوا لك للعيادة النفسية، وهي عندما يبدر من الإنسان سلوك
لا يتقبله المجتمع. whatever السلوك عشان ما نفصل، whatever السلوك مهما كان ذاك السلوك الذي لا يتقبله ذاك المجتمع، احتمال يكون في محطة قصيرة كده إلى يعني ما أعرف الكلمة، تكون شيء يعني نقول مثلا لواحد يقرأ ليه هو مثلا، دي ممكن تطول المسافة، لكن الشورت كات للطب أو النفسي أو هنا في بريطانيا هي إنه الإنسان يسلك سلوك يعتبره المجتمع غريب الأطوار، في حين إنه احتمال يكون هو غريب الأطوار ليس لأنه الإنسان مرض نفسي، لكن لأنه الإنسان عنده اضطراب آخر. إذا ما ضروري يكون مرض نفسي، يعني هناك حالات كثيرة. وأنا بتذكر أيوة أول من أوائل الحالات اللي أنا كنت شفتها في حوادث مستشفى الخرطوم، لما لسه كنت هاوس أوفيسر، وكنت هاوس أوفيسر بتاع الباطنية، ونادوني قال لي يا أستاذ أنت بتاع السيكاتريا بتاع النفسية كده، تعال اديني كلمتين فيه. الولد عنده أوكيولوجاري كرايسيس، اللي هي واحدة من السايد افكتس بتاعت الانتي سايكوتكس، مضادات الذهان دي. طبعا فبيحصل العيون تتعلق فوق كده، وإنسان شكله غريب، لكن هي ميديكال إمرجنسي، ومش بس إحنا في السودان، حتى هنا في كامبريدج في آدم بروكس برا برضو قالوا واحد عنده باس سايكاتريك هيستوري جاء. هل اللامنتمي يعتبر مريض نفسي؟ أنا طيب إحنا بعد شوية أنا حاسمح في النهاية إحنا حنبدأ أجاوب على الأسئلة، لكن أصبروا علي شوية، وأنا فعلا مفروض أسرع في الحديث أو أخليه at least more relevant. في آدم بروكس واحد عنده تاريخ مرض نفسي، بدأ يسلك سلوك غريب وعرقان وطلع عنده نيوروليبتيك مالينجنت سيندروم، واحدة برضه من أعراض مضادات الذهان القديمة، وخاصة بتكون بالحقن، إنه كان ماخد حقنة فبيحصل له نوع من الانستابيليتي للأوتونوميك نيرفس سيستم، فبيحصل له الضغط بتاعه بزيد وبينزل، والنبض بزيد وبينزل، وعرق شديد. عموما احنا انا سحبت كثير في هذا المجال، نقفز انه معنى ال ما معنى كلمة مريض. اذا في المحاضرة دي تطلعوا بشيء معين، هو حاجة اسمها السيك رول، السلوك المرضي. هل بتعرفوا السيك رول اللي هو قد سامع عموما ما تقلق كثير، المحاضرة أنا حابعتها والداونلودت في ملف كامل
مع ملفات الجروب. ايوه ايوه انا هعمل المحاضرة في ملف وهنزلها في قسم الفايلز للجروب. طيب، موضوع مهم هو عالم، ما قاله عالم الاجتماع سوشيولوجيست الأمريكي بارسونز، أن هناك نموذج للمرض أو ما نعتبره نحن مرض أو سلوك مرضي، وهو أولا إنه الأبزولفشن أوف المرض يعتبره المجتمع نوع من انحراف عن ما هو طبيعي، والكلام ده احنا في حوالي الخمسينات، أن المرض هو انحراف عن الطبيعي، فسلوك المريض هو سلوك deviant from the norm، ليس منحرف بمعنى أنه سيء، لكن هو غير مألوف أو غير طبيعي، بمعنى أن المريض في أربع عوامل أو أربع أوجه، واحدة منها أن المريض يسعى للعلاج، أن المريض يتنازل عن واجباته، أن المريض يسمع كلام الأطباء. فدي الصورة التقليدية للمريض أو ما يتعرف عليه هو المرض، ولكن لأن تلك النظرة هي نظرة أولا قاصرة، فهي ترى أن المريض سلوك السلوك المرضي هو السلوك انحرافي، يعني إنه غير طبيعي، وهذا فيه خطأ، لأنه السلوك المرضي هو سلوك، المرض هو طبيعة، هو طبيعة إنسانية، لا يوجد هناك من لا يمرض، دي واحدة. ثانيا، إن هذه النظرة بتنطبق على عندهم اضطرابات أكيوت عاجلة، بما معنى واحد أصابته حمى فده سلوك، لكن المريض النفسي أو اضطرابات العادية زي السكري الضغط، في الخمسينات هناك ما كان عندهم مفهوم الكرونيك ديس اوردرز، هم يدوب كانوا ملاحقين على قصة ملاريا وانفكشن و فتلك النظرة قاصرة عن شرح السلوك المرضي عند المريض بالأمراض المزمنة، اللي هي بتقوم تحمل إنه إحنا كمجتمع نظرتنا للمرض هي ما يكيف تكوين المريض، إذا كان ذلك التعبير الدقيق. إحنا كمجتمع لنا دور كبير في كيف يسلك المريض سلوكه، عندما ننظر إليه نظرة أنه ده انحراف عن الطبيعي، ولا ننظر أنه ده مسار طبيعي، الإنسان من المسار الطبيعي أنه تنتابه علة أو علل، كويس، و بعضها قد يكون من ذاته
وليس لعوامل خارجية. فمهم جدا نراجع بارسونز ديفينيشن بتاع السكرول. ولماذا احنا نراجعه؟ انه ده بيبدأ يدي للطبيب او للطب ادى للطب النفسي مدخل لكي يتفاهم او يتفهم بعض السلوكيات التي يسلكها المريض. يعني احنا في الطب النفسي او في الطب الحديث عموما يستحسن ان نتشارك مع المريض في وأول لنطلق عليه المصاب في العلاج. لا تكون لدينا النظرة الأثورتيرية إنه والله الطبيب ده يعني هو العالم. أيوة أنا فعلا ممكن أكون العالم كده، لكن عالم بطبي لكن لست بعالم بذاك الشخص. فإذا نحن نحاول أن نبتعد من الدور التقليدي للمريض إلى الدور الحديث بأنه نشارك المرضى أو نشارك المصاب في رحلة العلاج. وهي فعلا زي ما ذكرت لكم في الأول هي رحلة تبدأ من أول ما العلة ظهرت إلى أن أتى عندك، وهناك كمان بعد ما يخرج. وهذه دور كبير طبعا لعلماء الاجتماع. رحلة المريض لا تنتهي بين وصفت له العلاج أو إنك شخصته حتى. نمشي. أنا كتبت لكم لو في منكم اطلع عليهم النقاط التعليم. نمشي لنقطة مهمة هي الميث، يعني إنه هناك من يعتقد أن الطب النفسي أو المرض النفسي وهم، وهي دي myths of mental illness. ولخصها طبيب نفسي اسمه توماس زاس في كتابه الشهير، أعتقد يمكن تعرفوه، اسمه The Myth of Mental Illness. وهو من نظر إن لا توجد الطب النفسي أو المرض النفسي دي من اختراع مجموعة أو يعني الـ agencies، يعني مش agencies زي FBI والـ CIA. يعني أنت في علم الاجتماع تسمى agent، أنا فلان هو أنا وأنت agents أو عملاء في هذه نتعامل فيما بيننا. أن المرض النفسي الطب النفسي هو، الله يخليك توفيق، أن المرض النفسي هو نوع من اختراع أو ابتداع أو من بدع الباورز القوى الاستهلاكية، عاوزين يفتحوا مجال جديد لهم. فيبدأ يقول لك والله في حاجة اسمها مرض نفسي وهي كذا كذا كذا، ويبدأ يشرح إنه هذه ما يطلق عليه المرض النفسي هو سلوك طبيعي، أن الإنسان يكتئب، أن الإنسان يحزن، أن الإنسان يقلق. شكرا وأكون شاكر لو تحضر أسئلة. وأن الإنسان يقلق فهذه شعور طبيعي، ليه عاوزين تميديكالايز؟ ويمكن دلوقتي الكلام ده مستغرب أو بتلاقي استهجان، لكن زي ما أنا دائما بقول لا يمكن
تعرف تقيس الصح إذا لم تعرف ما هو الخطأ. الرأي الذي أنت تحسبه هو خطأ هو ممكن يكون هو صحيح، ممكن هو يكون صحيح. You never know. لو لا الخطأ ما استطعت أنك تقيس نسبة الصواب. ودي الناس الستاتيستيكس بيعرفوها. وخاصة اللي منكم بيعمل عمل أبحاث في العلوم التطبيقية بيعرف أن الهايبوثيسيس أنه تثبت خطأ التجربة، لكي تثبت صواب التجربة عليك باعتبارها خطأ. عفوا، نتواصل دسم حلقة دسمة. طيب شوف لنا بيبسي معاك يعني. طيب شكرا جزيلا على الإطراء، شكرا. فإحنا أيوة كنا في الميس اوف ذا مينتال إلنس. ومهم جدا انك دائما او كليك طبيب نفسي ان اجد من ينقضني، ان لانه النقد هو الطريق الوحيد تجعلك تفكر فيما تهم به. حتى لو واعتقد هناك واحد من البوستات لان كاتب انه الإنسان أنا مستمتع أكثر بالإنسان الذي يختلف معي يعني. وحتى فيلم المجلة العلمية بتاعت الرويال كوليدج لما بجي أقراها يعني إنه الدواء الفلان ده ممتاز ممتاز، أنا يعني عارف إنه ممتاز كويس، لكن ما لما ألقى مقال أو بحث عن ينقد ما أعرفه أو أعلمه، ده اللي بيجذب انتباهك أو المفروض يثير انتباه العالم. أو أعتقد ده في حالتي، وأرجو إني ما أكون الوحيد الشاذ في هذه النقطة. عموما توماس زاس ومن قبله كان في سوشيولوجيست إيرفين غوفمان، أعتقد معظم اللي درسوا العلوم الاجتماعية سامعين عنه، كتب عن حالات السويسايد الانتحار وقسمها لعدة أنواع. هناك ما هو الانتحار بمعنى انه يخدم المجتمع خدمي، او عندما فيه نوع من الايثار، واحد لقى مثلا طفله بتغرق قام نط انقذه وهو غرق، ده مثلا نوع من الايثار. وهناك النوع الاكزيستنشال انه اصل العدميه، هي انه اصل الوجود وجود ما وجوده او عدمه واحد، فيقرر والله طيب مع السلامه. واخرا هناك في النوع الاناني سيلفش، انه لكي يؤذي الاخرين، يعني انه فلان هو غلط علي فأنا أقوم أقتل نفسي لكي أرغمه بالإحساس بالذنب. ده نوع مهم. عفوا. وهناك طبعا النوع الأخير اللي هو بيجمع بين
ممكن ده وده 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 الغالب. عفوا. طيب احنا نمشي. طيب ايرفين جوفمان برضو كان كتب عن موضوع الانستيتيوشنز. طبعا زمان احنا كان عندنا الفكره انه المريض النفسي ده خلاص، او الانسان اللي عنده سلوك غير قويم يدخل للمصحه، وكان اسمها كده طبعا المصحه. والمصحه بالمناسبه مش بس هي كانت مصحه الطب النفسي، عندك زمان كان في بتاع ام درمان بتاعت الصدريه، كان بيجمعوا الناس اللي عندهم تي بي وبيجعلهم وحطوهم كلهم in the same place forever، أو بسنين لحد ما يشفوا، بعدين يطلعوا ما يطلعوا دي حاجة تانية. وينطبق علينا هنا. يعني أنا لما جيت هنا بريطانيا في مستشفى اسمه سان كليمنتس، يعني هو تبعد مني يعني 10 دقائق مشي، دي خلاص كانت مصحة. وفيها في قسم السيدات الكرونيك الحالات من دخلت لأنه في الخمسينات أو الستينات، لأنها ولدت حمل السفاح، ما كانت متزوجة وحملت ما في حتة تمشي، ما جابوا بصحة النفسية. شوف كيف سلوك، كيف إن المجتمع هو قد يفرض على الست ما كان عندها حياة. وأنا شخصيا مشيت قريت الملف، واحدة الناس قال لها أنت حتمشي ما عندنا لك حتة، وأهلها رفضوها، صرخت وقام جابها. طبعا طبيب لطبيب الجونيور طبعا بيقعد 6 شهور وبيمشي، هو بيسلم ده لده الكونسلتنت لده لده، مشينا هنا. في النهاية واحدة قاعدة في عنبر، تخيل واحدة قاعدة في عنبر 30 سنة مع ناس كلهم في سلوكهم منحرف أو غير طبيعي، حتبقى سلوكها غير طبيعي، يعني abnormal to be normal in an abnormal situation. فدي مشكلة الانستيتيوشنز، انه والانستيتيوشنز هي طبعا منها الكنيسة ومنها الجيش، وهي المكان الذي متواجدين فيه مجموعة غير ما هم جينيس أو مجموعات مختلفة. عندك الناس الأون توب الأطباء لهم كل الباور، والناس اللي في النص التمريض، أما الناس البطن هم المرضى. بس وحتى بين المرضى هناك في جروبس ومجموعات لها باور، كل مجموعة حولها باور مختلف. دي مهمة جدا لمفهومنا للطب النفسي، وكيف انه النفس الطب النفسي تطور بحيث انه دلوقت في بريطانيا قفلت كل المصحات، عقبال بقية العالم اذا ما زال هناك موجود. اللونج تيرم انتهت برضه إلى أبد الآبدين. فسريعا إيرفين جوفمان تاني، نمشي لنقطة أعتقد نحن مفروض نشوف إنه المريض المريض مع خروج
خروج المريض النفسي أيضا دي رحلة، إنه زمان المريض النفسي كانت الرحلة تنتهي عند المستشفى أو المصحة بالأصح. الحمد لله انتهت المصحة، لأنه هناك كان نقد شديد من العلوم الاجتماعية لهذه التجربة، ولنقل إنها تجربة قد أفادت مرضى في مرحلة معينة. لأنه إحنا لما نرجع قبل الخمسينات ما كانت في أدوية، الطب النفسي الأدوية ظهرت في أو من في الخمسينات ومنتصف الخمسينات وفيما بعد، تمام؟ ما كان في أدوية، كان بس في مهدئ، يعني زي الناس الفاليوم والقبلهم الفينوباربيتون، أدوية فقط مهدئة ولم تكن أدوية علاجية. والآن مع التطور وظهور علاجات، يعني مع تطور مفهومنا للمرض النفسي والموصلات الكيميائية، ما أصبحت ما في معنى إنك تخلي إنسان يقعد 6 شهور في، يعني حتى الـ average stay انخفضت من 18 شهر في الأكيوت وورد إلى يمكن 3 شهور، يعني إذا الطبيب ما قادر، لأنه المرض يفترض في خلال إذا اديته العلاج يفترض في 3 4 شهور الأعراض الحادة إنها تختفي. هناك بعد ذاك إنه نشوف كيف نؤهله بأنه يخرج، وين السكن، وين حيسكن، وين دي علم الاجتماع. ونرجع لمنتصف السبعينات، وأنا أعتقد في الورقة اللي قدمتها لكم إنه هناك في مفهوم الـ EE الـ Expressed Emotions أو التعابير المشاعر المعبرة التي عند الناس حوالين الوزالن حوالين المريض. أثبت يعني عندي والله كتابه أثبت إنه البيئة المحيطة بالمريض هي قد تسبب في عودة المرض، وسموها الإكسبرس إيموشن، يعني الناس لما تكون حول المريض ودائما هم في أهلا وسهلا، أهلا دكتورة، أهلا وسهلا. طيب نحاول، يلا سيد وهبي سامعني؟ سامعني؟ نحن نتكلم عن خروج الـ expressed emotions، أنه كثرة الانتقاد دائما واحدة، تاني أنه كله في حالة من التربص للشخص، أنه كل ما يبدر منه سلوك لا ده والله هو مرض. فالنقد الدائم، الانتقاد الدائم هو بالدارجي يعني النقة كثيرة للمريض دي حتدفعه ليحصل له ريلابس، عودة المرض مرة تانية. فدي برضها أنا ذكرتها هنا في الإكسبرست إيموشنز، دي مهمة جدا جدا جدا. فإن كيف نعامل المصابين بالاضطرابات النفسية بعد مرحلة الخروج، وإنه نعلم كل ما الـ expressed emotions كان كتير بتزيد علاقة طردية في عودة المرض ودخوله إلى العنبرة والمستشفى مرة أخرى.
طبعا موضوع مهم أعتقد إن نخش عليه. ما أعرف، أنا ذكرت هناك في الورق الطب النفسي في القرن 21 وعلم الاجتماع. لا مناص إنه من الاعتراف زي ما ذكرت في أول. أهلا وسهلا طارق، ازيك؟ منور سنين. انه نذكر انه هناك لا مناص من ذكر، وزي ما ذكرت في الاول انه الطب عموما او يمكن كل المجالات كل أفرع الطب وبالذات الطب النفسي is grateful للعلوم الاجتماعية، فإنه أنارت طريقه في كيف نتعامل مع المصابين بالاضطراب النفسي. وزي ما ذكرت لكم هناك عوامل الـ expressed emotions اللي هي النقد المباشر والمتصل والمتواصل للمريض، دي احنا عرفناه. وانه ان نتعامل مع المريض النفسي باسلوب فوقي، بمعنى انه انا الدكتور انا بقول لك، عفوا ايوه طبعا طبعا والله عرس بختك يا عم انت. الطروق مجتمع فعلا. لكن الناس يا اخي ناس دارين يفرحوا بيك، يعني ما ناس البيت برضو يستحمل يعني. وزي ما في أستاذي دكتور زين واللي هو برضه والدي كان بيقول لي everybody is tolerable if you're tolerant enough، أي إنسان ممكن محتمل إذا أنت طولت بالك، فلازم تطول بالك معلش. لكن فعلا أهو إحنا ذكرنا دي عوامل مهمة جدا. العوامل المجتمعية هي التي تؤثر على مسار المرض أو الاضطراب. وإحنا نجي لآخر نقطة هي مشاكل المرأة والأقليات. باختصار الاضطرابات النفسية كويس كلها تزيد عند المرأة، الاكتئاب. ونفس اللي كان عمله الأبحاث عن دور النجة زي ما ذكرها أخرى سماها لنا أخونا وهب، في إنه المرأة التي تعيل وعندها 3 أطفال وأقل من هي تكون أقل من 23 سنة وتعيلك 3 أطفال وعندها زوج إما غايب أو متغيب أو وما عندها ملجأ يعني تشتكي له، دي معرضة زيادة لاضطرابات الاكتئاب والتوتر. المهاجرين، ودي بالمناسبة أنا عملت ده كان بحثي بتاع الكوميونيتي في 5 طب
لطلبة جامعة خرطوم. ظروفي سمحت لي، أنا كنت طبعا ما شاء الله، إحنا زماننا ذاك الجامعة كانت عامرة، كله 3 شهور 6 شهور بالكثير لازم تكفل لك، يعني نحن بنذاكر نص سنة قاعدين في الخرطوم ونص سنة بقضيها مع ناس البيت في أبو ظبي. هناك عملت بحث عن الاضطرابات النفسية وسط السودانيين اللي هم كانوا مغتربين، ولقيت إنه معظمهم هم الزوجات، وطبعا أكثر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب والانكزايتي اللي هي عادة ما تكون 3 إلى 1، يعني تزيد في الإناث 3 مرات عن الذكر، وتزيد مقارنة عند المهاجرين والأقليات عما تكون عند السكان المحليين. وإذا ذهبت كمان زيادة إنه حتلاقي نفس النسب هي اللي في السجون، أكثر السجون هي الأقليات بطريقة غير متناسقة مع أعدادهم في المجتمع. السجون والمحاكم بتلاقي، وحتى الأحكام، يعني اشتركنا هنا السنة اللي فاتت مع نائب لامي، هو من الأقليات السوداء، نائب في البرلمان عن إحدى دوائر لندن، كروس بارتي يعني غير حزبية، يعني وجدنا إنه حتى الأحكام بتلاقي الأحكام مضاعفة للأقليات، لا يمكن وحتى في نفس الحكم، يعني إذا في نفس الجريمة وفي نفس بتلاقي إنه مضاعفة للأقليات. كويس. ودي بريطانيا يعني العفو، لكن لا مناص إنه يعترف إنه حقوق الإنسان هنا تراعى أكثر من بلاد 6 المنى في بلاد العجائب. أنا بسميها كده 6 المنى في بلاد 6 المنى، ولا 6 المنى، هاي 6 المنى في بلاد العجائب. وفي واحد سألني، كان أخصائي اجتماعي، عن مدار في البرنامج بتاع شباب توك، أعتقد أنا كتبت عنه كتير، ممكن تراجعوا بوستاتي وتشوفوا رأيي. و العلم أثبت إنك أسهل طريقة لتزيد من سلوك تراه ضار إنك تخش في معركة معه. السلوك إذا هو سيء بينتهي، إلا إذا كان المجتمع سيء. دي it's a fact، يعني إذا مجتمع سيء، يعني بمعنى طبعا ما في مجتمع سيء، لكن مجتمع لا مترابط، مجتمع غير متسامح. إذا المجتمع كل ما كان متسامح، السلوكيات الضارة تأفل، عشان نقول كلمة عربية جميلة. السلوكيات الجميلة تطفو.
السطح. عموما هل النقد عنده عوامل هرمونية مثلا؟ لا، أنا حارجع للنقطة دي، حارجع للأسئلة. عموما أنا أضع كل اللي ناقشته فيه وزيادة في ملف، وحارفعه على كفايل PDF للجروب، وإن شاء الله من الأسابيع القادمة نبدأ نحاول نضع ستراكشر للسيمينار ده أو المحاضرة، أو سميها ما تسميها. أنا بفضل إنه إحنا نكون حاجة تشاركية، يعني interactive، تجاوب، يكون في شيء تجاوب، بدل ما أنا أقعد أردد في كلام لا أدري هل هو مفيد أو ذا مغزى أو ذا معنى. أو وأفتح دلوقتي الباب للأسئلة لو سمحت. وأول سؤال هنا عندي، هل النجا عندها عوامل مثلا؟ فترة الحمل فترة عصيبة جدا للمرأة، وفعلا إنه بتكون عندها عصبية زايدة في أبسط حاجة. إنها أنت تخيل شايل ليك حمل لمدة 9 شهور، whatever الحمل ده، فالعصبية دي في طبعا في اضطرابات النفسية قبل الحمل وبعد الحمل، البرينيتال خاصة عند السيدات اللي عندهم مثلا اكتئاب أو كذا، ممكن تظهر عليهم أكثر في الحمل. عادة 3 شهور الأولى أو 3 شهور اللي في النص بتقل فيها، وبعد الولادة فعلا بتظهر الأعراض دي، وهي أعراض مختلفة. وفي حلقة أو لايف قادم ممكن نذكرها. طيب، هلو مامي، دي زوجتي عزة. هل في أسئلة لو سمحتم؟ أنا حابعت فورم حاخدها على الجروب عشان نحاول نحسن من التقديم، عشان يكون له مفيد. أنتم ما تروه مفيد وليس كما أراه أنا، كما أفترض أنا أنه يكون. نحاول نخليه مفيد عليكم، أنا مستعد أعيد حتى يفترض إنه حتى دي الرسالة النهارده الحلقة إنه عيدة. مستعد أعملها إذا لقيتوها ما كانت بالمستوى اللي أنتوا راغبين إنه هيك.
ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيب استاذ محمد؟ ده اخصائي اجتماعي في مستشفى الطب النفسي او قسم ال behavioral science في مستشفى خليفة. اهلا وسهلا بيك، اشتغلت معاهم زمان جدا، الوقت ذاك هو لسه كان فريش وسنجل، ودلوقتي ما شاء الله العروسة داخلة أعتقد إنها يا إما داخلة الجامعة أو متخرجة، أنا مش فاكر. ما شاء الله، هل في أسئلة؟ عفوا، هل في أسئلة؟ أوف، ما انتبهت. ازيك استاذ محمد؟ زي ما كنت بقول ان استاذ محمد اخصائي اجتماعي في مستشفى قسم العلوم السلوكيه بمستشفى الشيخ خليفه بابو ظبي، وسلم لنا على الدكتوره ان شاء الله. المهم، هي الحي اللي هي خشت الكلية اللي هي دخلتها ما شاء الله، وعقبال الدكتوراه. أهلا وسهلا، أي أسئلة؟ فعلا أنا بالنهار ما أعتقد وقت مناسب. أنا فعلا كنت بفضل إنه إحنا نعملها بالمساء، لكن قلنا نجربها في بالنهار يمكن، ولكن فعلا أنا بفضل المساء. هل في أي أسئلة تانية قبل ما أنا شايف الناس بتحيي وأهلا وسهلا بيكم، لكن ما ظهرت أي أسئلة. أهلا مدثر، فعلا أنا لما أنور اقترح الساعة 1 الظهر بتوقيت خرطوم، لكن قلت يمكن يوم السبت إجازة، خاصة أعتقد في دول الخليج في الجمعة والسبت، وقلت في السودان برضو يوم السبت يمكن إجازة، لكن إذا بالمساء أحسن لي أنا، حتى يعني خاصة وخري السبت والأحد بالنسبة لي إجازة الويكند، فممكن نعملها بالمساء في خلال أي يوم في الأسبوع، يعني إذا من الساعة 9 مساء وأنت طالعين. حاضر حاضر. ازيك يا مدثر؟ أهلا وسهلا. هل في أسئلة تانية؟ طيب أنا هأعمل استبيان إنه كيف كانت ال أهلا أخ أسامة، أهلا وسهلا. هأطرح استبيان ويا ريت تشوفوه، بس على أساس إنه نحسن من المحاضرة، وإذا كانت الإضاءة مشكلة حتى الصوت، الإضاءة، الصورة، قعدتي، ما شكلي، أي
النقد بتقبله بكل أريحية. المهم إنه إحنا دارين نفعل التواصل بيننا في القرن 21، في 2018 داخلين على 2019. فكرة إنه ما قادرين نصل لفلان وما عارفين فلان وين أو أين المعلومة، دي عيبة كبيرة في حق من بيده الأمر. شكرا جزيلا، شكرا لكم.